حسيت لك يا نديم إلا اجتمعوا الشباب عنده وما بعرف بعدين إيش صار. أوه إيه والله. أهلين سيد محسن. أهلين سيد محسن. العادة شايفكم هون. وينك لهلا يا أخي؟ صار الظهر. معقول؟ جمال ونديم فايقين قبلي؟ أنا خيو متعود ألعب تنس الصبح. إيش رأيكم تجربوا تروحوا شي مرة معي على النادي؟ فكرة عظيمة، مدام جورجيت وبناتها بيلعبوا هنيك الصبح، إيش رأيك محسن؟ لك أنا رجل أعمال، إيش فكريني صايع مثلكم؟ أخص عليك، المهم إنه أنا بقلك. ماشي، قل له أنت. لك قول أنت وياه خلصوني بقى، أنا مشغول، عندي اجتماع مجلس إدارة ولازم أحضر تقريري. احذر مين طيبتك. مين؟ مين يعني؟ ساوي حالك ما لها خبر. لك هلكتوني، قولوا لي بقى مين؟ الأنسة ميادة. بنته لمصباح بيك. ولحقت ميادة تعمل عيد ميلاد تاني؟ أخص عليك يا أخي، ليش الجمعة ما بتصير إلا بعياد الميلاد؟ اليوم عزمتنا المساء على لعبة كونكان في نادي حلب وقالت بالحرف الواحد عزمونا المسيو محسن. مسيو محسن؟ يعني حضرتك. بدي أسألكم، هي ميادة بتعرفني متجوز؟ ولك بتعرفك متسقمين صداقة يا أخي. إيش علي؟ عظيم، برافو. رح ترسم تويست؟ تويست، كمان كمان. كمان بيبي تويست. شو بعد عندك؟ عجبتك اللعبة؟ تعالوا كلنا افتح. هاي طعميتي ولعبتي، قومي بقى روحي. بتروحي ولا بخبر تليفون لمحسن؟ أنا حرة، هذا ابني وقعد وياه قد ما أريد. نوفل ما هو ابنك، نوفل ابني وابن محسن. بتريدي تشوفي شهادة الميلاد؟ زورتوا شهادة الميلاد؟ المهم هلأ صار ابني. تعالي تعالي بعد عمري. الله يخليك، قومي روحي، أبوس إيدك. ليش تركتي مني ابني وجوزي؟ أنا ما إلي علاقة. أنا لما تجوزت محسن ما كنت بعرف إنه بحبك. ولهالحاسة حبي. طيب بحبك، بس قومي روحي الله يخليكي. ابعتي عن طريقي. اسمعي يا سرارة، محسن ونوفل راح يرجعوا لي. أنت عم تحلمي، أنا ما راح أخليكي تخلي بيتي، مفهوم؟ أنت سبب وجع في قلبي ولازم تدفعي الثمن، بعدين أنا رجعت شوية وياكي. تعال تعال ما بخليكي. أهلي عم تعيشي. أنا عم أحكي من عند السيد محسن وهو بيسلم عليك كمان. معناتها اليوم المساء بنلتقي في نادي حلب. عم يسألني السيد محسن رح نرقص تويست شي؟ أنا؟ وليش خجلان؟ رايدة تحكي معه؟ وهو كمان. يلا. ألو، سلامات، شلون الصحة؟ مصباح بيك شلونه؟ ولا يهمك، إن شاء الله اليوم نلتقي في نادي حلب. أورفوار، مع السلامة. طيب عنكم ميلادكم. نروح يا تلحس، تخليني ارجع مره ثانيه. ابقي تعي، ما راح اسوي شيء، اشوف اوضه مو بس. خلص تعي. لا تقولي شيء محسن. نوفلي بعد عمري، نوفلي ولدي. انا رايحه على الحس، ومرتي الجايه اجيب لك لعبه احلى. Thank you.
اتركوني بقى خليني اشتغل. بده يشتغل. لا حرام على الشغل خيو. الو نعم. انا جاي فورا. الصار لازم اروح على البيت. ما تنسى اليوم في النادي. ايه ايش تنساي هون؟ امشي. لازم تعملي هيك لك بنتي. هلا مو فيك تشوفي ابني. اموت يما اموت. حسبي الله ونعم الوكيل. بس انا رح اشوفه. اعملي اللي بدك اياه لك بنتي، بس لا تقهري حالك. رح اسوي يما، رح اسوي. خلي يا اميرتي خلي. مرحبا يوم. اهلا وسهلا بنتي السلامة. يا اهلا وسهلا. شلونك ما تعملي؟ هلين انت قبري مرت عمك. روحي. لا انا زعلانه منك. حدا بترك بيته بيروح؟ دشريه يوم دشريه. كان لازم تشكي لابوه. العادي عم تشدي معها؟ لا كان بدي اشد معها ابني وبعرفه. مين هي ست الحسن سلوى حتى تجي لعنا؟ خلصونا من القصه بقى يوم. تعي زينه. بدي توعدني بدار امي. شو؟ ما عاد بدي اشوفها هون مره ثانيه. لك يا جماعه هي بنت مسكينه. لو تعرفوا بس ايش صاير فيا. يا ستي على كل حال بوعدك. منيح. ديري بالك يا زكيه. اذا بيجي ابوك السيد كمان ما بتفتحي له. خلص ربيت. انا طالع ما بتاخر. بس لا تخافي. هي بتعرف اني بكون هون بالليل. محسن ضروري تطلع. ايه ضروري. ايش يعني؟ بدك يعني احبس حالي في البيت؟ لا لا ما يقفل الباب بالمفتاح. يقفل. احنا دورنا له الديكات بالعكس وصارت تدور الموسيقى بالعكس ورقصنا بالعكس. اهلين زين محسن. هاي اجا محسن. مساء الخير. شلونك جمال؟ ايش رايكم نروح نلعب كونكان؟ هاي صرنا اربعة. فكرة. لا خيو انا مو جاي على بالي. لا بدك تجي معنا وبدك تقعد جنبي كمان لاني بدي اشوف حظي منك. ايش علي؟ انا بامرك. تفضل. اعتبروا حالكم خسرانين. جمال ونديم قالوا انه جاك اليوم تليفون مو منيح. لك هدول ما بيدخل لسانهم لحلقهم؟ ان شاء الله يكون خير. يوم عصيب. اذا مالك ريت تحكي منغير الحديث. اصلا انا مو جاي على بالي اطلع على البيت. طليقتي. غجريه؟ مش عرفك انها غجريه؟ بابا حكى لنا من زمان عنا. جاي لحلب ومدورة على بيتي واليوم دخلت على البيت بالزور. وإيش بدها؟ كانت رايدة تاخذ ابني نوفل. فظاعة. وبعدين؟ مرتي زكية تقتلت معها. شي براعب. طيب ما خبرتوا الشرطة؟ في شي ما بتعرفيه.
وشرحه بيطول. عجبك راسي؟ بجنن كثير حلو. بس انت ما بترقص، انا بدي اعلمك الرقص. ايش عليه؟ ما في مانع. انا طالعه يوم الجمعه بيروت، تطلع معي على حسابي؟ بتمنى بس ما بقدر، فعلا ذهني مشغول. حاجه اخذ بوز مثل كل رجال الاعمال. يا اخي عيش حياتك، معقول تكون انت بهالبراده وحده متموزيل عم تعزمك؟ انا مقدر بس بدك تعذريني. كونتيفو. مع السلامه. ايش في؟ تعرف انك كتير حلو؟ بس يا خسارة، تجوز بنت السيد كمان وطلقتك عم تلاحقك. ما بيطلع شي بالايد. بونوي. مع السلامة.
بغني لك النوم. ارتاحي شوي. يلا يلا تفضل. مبسوط مني يا سيدنا هنوف؟ انت بتردي الروح. بتعرفي اني اتمنت صوتك. انا جاهزه اغني لك دوم يا سيدنا هنوف. بدي منك بيوم من الايام تفكري تبطلي الكباريه. ليش يا سيدنا؟ غني بالمسارح، غني بالاعراس، بس بلا ملاهي. انت تؤمر يا سيدنا. رغم انه الكباريه قاعد يشرني في البلد كلاتها، بس خلص اول ما ينتهي عقدي مع شكر افندي ما رايحه اجدده. لا تستغربي مني هالطلب، ماني حابك تغني للسكرانين والمعربدين. ما يغلى عليك شيء يا سيدنا هنوف. انت بتعرفي مكانتي في البلد، اكيد قصه علاقتنا رح تفوح. ما بدي اضطر ابتعد عنك، مفهوم؟ مفهوم يا سيدنا. كل العيون علي، الكل عم راقبني محتارين. ليش ما تجوزت بعد وفاة زوجتي بحادث السيارة؟ الله يرحمها. تعيشي. نصحوني الأصدقاء بأكثر من وحدة من عوائل البلد، بس أنا رفض أتزوج بعد المرحومة، خصوصا بعد ما تعرفت عليك. أنت عبيتي مركز في حياتي. هذا شرف كبير لي يا سيدنا. فلا تزعلي مني، أنا مستعد أرد لك إياها. وعندك ولاد؟ صبيين عم بدرسهم في أمريكا. الله يخليهم. تسلمي سيدنا. ممكن أطلب منك طلب؟ أنت طلبي إيش ما بدك، أنت عزيزي على قلبي يا هنوف. حتى ولو كان لبن العصفور. أكيد. هي شغلة صعبة شوية. بتريدي أحكي لك مع مدير إذاعة حلب يعمل لك تسجيلات؟ والله أريد كثير. خلاص بكرة الصبح بحكي معه. مشكور يا سيدنا. بس أنا كنت رايدة أطلب منك طلب ثاني. تفضلي عم بسمعك. هي شغلة سهلة، مثل ما هو سهل علي أترك الكباريه مشانك. قلت لك عم بسمعك، تفضلي. السيد كمال هذا اللي كان معجب فيكي وراد تتجوزك بالسر؟ هو بذاته. هذا إيش هو؟ هو اللي حطمني، قهرني ومرغني بتراب. هذا إيش له علاقة؟ محسن صهره كان جوزي، أخذه مني وفتح له مصنع نسيج وجوزه بنته وخلاه يطلقني. ومو بس هيك يا سيدنا، أخذوا مني ابني الوحيد نوفل وحرقوا قلبي عليه وزوروا شهادة الميلاد وسجلوه باسم حرمته الجديدة. وأنا إيش تريديني أعمل؟ أرجع لك ابني؟ أشوف لك محامي كويس؟ ابني رح يرجع لي بيوم من الأيام لهون للبيت، بس أنا أريدك تفلسهم. أفلسهم؟ تصادر لهم المصنع. هالشغلة ما هي بإيدي يا هنوف، هالشغلة فوق. سوي أي شيء يا نور عيوني، تهمه تهمة سياسية، حطه في السجن. قالوا سياسيين تصادروا لهم أملاكهم. هنوف طلبي طلب تاني. ساعدني عليهم يا سيدنا. هذا طلب خطير وما في سابقة، أرجوكي. هنوف أنت اهتمي بابنك وبس، لا تتدخلي بشغلة مالك فيها. إذا بدك أنا بساعدك ترجعي ابنك. أريد وياه محسن جوزي. فهمت يا سيدنا، أنا أحبه. هذا بقى أنت وشطارتك. اسمعي يا هنوف حتى أطمنك، قولي بعد عمري. بس الكلام دي قلك يا ما بصير حدا يدرى فيه. أحلف براس ابني نوفل اللي البالك حول المصنع يمكن يصير لحاله بيوم من الأيام، كل ما بتعرف الدنيا يوم إليك ويوم عليك. يعني ممكن السيد كمال يفلس هو محسن؟ ممكن، كل شي بيصير. بس اوعي تفتح بتمك لحدا بهالموضوع. أعدم عيوني يا سيدنا. تسلم عيوني. بس قل شلون. الله يخليك، الله ينجيك. قومي هلا غني لي غنيه. يلا رايح اغني لك للصبح. لا لا غني لي غنيه واحده بدي امشي. يلا. بعد عيني. ممكن اطلب طلب ثاني؟
مثل الأول؟ لا، هذا طلب بسيط. طلبي وتمني. الأستاذ مراد. زبيدة. ايش بقى؟ كأني عم تقلي أقوم أشرب مي. قومي، البنت من يوم حادثة الأبو صارت تخاف تطلع في العتمة. خليها بلكي بتقوم لحالها. ما بقيت أحسن. قلت لك قومي، بعرفها بتخليكي تضلي طول الوقت عم تسمعي صوتها. هالبنت من الله هالشغلة ما بعرف. إيه الله بياخذ شيء وبيعطي شيء. ايش بقى كمان؟ نسيت الضو شاعي. قولي على جذبتي. لا تواخذيني يوم ست زبيدة. يا بنتي يا زبيدة، يوم من الأيام رح تنفك عقدة لسانك. كل الناس هيك قالوا لي، انتي مانك خرسة بس انتي انعقد لسانك من الرعبة اللي أكلتيها. هداك الوقت رح ينطلق نصيبك إن شاء الله وتتجوزي مثل خواتك. انتي وجهك حلو وبتعرفي تقري وتكتبي، لازم أعلمك تطبخي. أنا هلأ ما عم بشغلك بس لازم تتعلمي. الرجال ايش بده من مرته؟ بده اياها ست بيت. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر كبير. والله الشيخ عادل شاب ما اشبه شيء، ادب وتقوى واخلاق وصوته حلو. بتريدي يا بنتي اذا ما اجى خطبك ايش بنحسن نعمل؟ خلي ابوك يحكي مع الشيخ محمد، بصير هالحكي. بلكي الشيخ عادل ما وافق. شلون تخليه يوافق؟ تدخلي لعقله. والله بعرفك يا زبيدة، لما بدك شغلة تخليني طول الوقت أفكر فيها حتى أسوي لك إياها. إيش والحكي؟ شلون أحكي مع الشيخ محمد؟ عيب يا مرة. إيش فيها؟ حبينا الشاب وبدنا إياه يصير صهرنا. قلتك يعني ما فيها شيء. كتير من الناس بيعجبها شاب بتقول له تفضل نعطيك بنتنا. بس هذا عادل إله قصة ما حدا بيعرفها، كأني مقطوع من شجرة والله أعلم. أحسن بنتنا وبتعرف عزرة، بس الواضح كتير حباب. يعني أحكي مع الشيخ محمد؟ احكي. طيب بكرة، وأهم شي يفهمه إنه لسينا معقود. خليه يقول له بنسويه صهر بيت حتى يتشجع. والله محروق قلبي عليها، كل خواتها تجوزوا وهي قاعدة، البنت بتشتهي عجازة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
شيخ محمد؟ نعم يا زكور. بريدك استشارة صغيرة. خير إن شاء الله. ممكن نتمشى شوي في الحارة من بعد إذن شيخ عادل؟ تفضل. تفضل. شرف. ابو سيدك لا تموت يا سلام. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. ما عم تسمع شيء؟ ما عم تسمع شيء؟ دقات قلبه خفيفة كثير، صار لازمه مستشفى. ومنين المستشفى اذا ما عم بردوا علينا؟ وضعه صار اسوأ من الصبح. لا اله الا الله. بس ايش في؟ رجال عم بموت. مين عم بموت؟ سلام عم بموت. الحبوب الحوار اللي عطيتونا اياها ما فادتها بشيء. صوت ما بدي اسمع. هلا بنجيب حكيم. لازمه مستشفى. قلبه ضعيف كثير. الحكيم هو اللي بيقول مو انت. طيب هاتوا حكيم. ادخل. حليم من تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين محمد موجي تحت راية بورسعيد. كرامي يا سيدي. ايش في يا لؤلؤ؟ يا سيدي سلام اللي نايم مع الاستاذ مراد وربيع عم بيموت يا سيدي. عم بيموت؟ نعم سيدي. قبل شوي دقوا صرخوا ودخل عليهم الحارس. لا صحيح بده دكتور يا سيدي. هات له دكتور قوام. حاضر سيدي. بسرعة أجل ما بدي أموت. ألو هات لي سيارة إسعاف قوام. قوام شلون دكتور؟ هذا خالص وميت وشبعان موت. ها؟ ايش عم تقول؟ ايش عم تقول انت؟ ايش عم تحكي؟ ايش عم تحكي؟ شو انت كمان ميت ما ميت؟ شيل تعال شيلوا تعال شيلوا معنا المستشفى يلا. الشهر اللي اعطيتكم اياه في البيت وظيفه ومرت الجاي بعطيكم بحر جديد.
مع السلامة. مع السلامة. كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه. لا تقتليه بحق دين محمد.
كتبت وياك من زمان ونزلت الحلب اسمها فضة، هي غجرية من النور تعرفها؟ لا والله. شلون اقدر الاقيها؟ إيه انا كل يوم بطلع معي 100 مرة و100 حربة، ايش عرفني؟ فضة تغني وين الاقيها؟ صعب عليك يا ابني، انت مثل اللي عم يدور على قبرة بكومة تبن، هاي حلب كبيرة مو ديار اهلك. لك يا ولادي الحلال اللي لقانا الشاب اسمه عادل، امه بتعشقه، هي صورته يدلنا عليه، وله الاجر والثواب عند الله. لك يا ولادي الحلال يا ولادي. انت هون يا ابو عادل؟ هون. لك وين بدي اروح لك يا شيخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله فين عبد السلام؟ ما عم اسمع صوته. وصل وصلي هلا بيجي. ايه الله يرده بالسلامة. لسا عم تدور على عادل؟ ايش اعمل يا ابو عادي؟ ايش اعمل؟ ضميري عم يعذبني، ما راح يرتاح الا ارده لبيته. ريح ضميرك وارتاح. لك يا شيخ علي انا شايل عنك. كل عن ابليسك يا ابو عادي، انت ورطتني هالورطة. ايه والله كل يوم بشوفه بنامي يا ابو عادي، كل يوم بشوفه بنامي بفيق وخاطري بكركب. لمين؟ لعادل. مش أول البكر، لأنه هو ابني والبكر عندي، وبين أمه اللي عم تقرب براسة أمها. الحق معه يا أبو عادل، الحق معه. لو كنت مكانه كنت قاضيتك في المحكمة. بدك تتجوز؟ بدك تتجوز؟ حاجة مالك شيخ علي، حاجة واجه والله اللي فيني مكفي. هذا درس أرجو أن تكون قد تعلمته جيدا، بس إيش الفائدة؟ أنا شريكك في هالمؤامرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي الشيخ علي. شلونك يا عبد السلام؟ السوق يا شيخي السوق. لك أنتو تجار المدينة ما بتخلصوا من الشكوى واللكوى. إيش بدنا نعمل يا شيخي؟ إيش بدنا نعمل؟ رايحين نموت. عيد الشر. ما سمعتوا آخر الأخبار؟ أين أخبار؟ التجار شكلوا وفد مشان يسافر القاهرة. الحالة بتأسي، بلكي بيطلع بإيدهم شيء. إيه كل واحد في الدنيا غرقان في همه يا عبد السلام. لازمك سندويشة؟ شقد الوحدة؟ بربع ليرة. سوي لنا وحدة. مرحبا يا أخ. هلا ورحب. عم بتدور على حدا؟ والله ما أعرف. منين أنت؟ من البرية. منين يعني؟ لازمك شي مساعدة؟ أنا بعرف المدينة بيت بيت. لازمك بيت تنام فيه؟ إي بالله. معك مصاري؟ معاي. أعطيها حقك، أعطيها حقك. تعال مشي معي، مشي. مكان لا مفيد لناس الغرب. ما اعتريت شيء. لك اخي وصلني على الريف. ايش بك؟ هنوف السمرة. هاي فضة الغجرية. لا ايه فضة يا رجل؟ هاي هنوف السمرة ما بتعرفها؟ بعدين ليش هيك سويت معي؟ دفشتني كنت رايح تكسرني، هذا جزات بساعدك؟ مني هذا يا هنوف السمرة؟ هاي هنوف السمرة هاي بتغني وترقص ما بتعرفها؟ دخول تفضل تفضل دخول اوديك اياها. هاي هي الست هنوف. من أي فضل هجريت عيدات؟ سمع
جيت ادور عليك. حضر ستي. وانت يا ولد طلع اطلع. يا بدي اطلع. الله معك. صرتي عظيمة ستي. هي العالم. حافظ على عقلك يا صاحبي. طلعت عم بدور عليها ما لقيتها. الله يعوضك بغيرها. هاي حلب كبيرة اللي بنزلها بيضيع. روح طع. جيب الله ضيع.